أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أن مملكة البحرين تعتز بثقافتها وتراثها وتاريخها العريق النابع والمستمد من تراثها وهويتها العربية والإسلامية الأصيلة، مشيدا جلالته بالمكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة بما تمتلكه من حضارة عريقة وتواصل ثقافي مع مختلف الحضارات منذ القدم ومركز إشعاع للمعرفة والثقافة. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر صخير هذا اليوم معالي الشيخ أمين بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، والتي قدمت من جانبها لجلالته إيجازا حول باكورة النشاط الثقافي والحضاري، وذلك لمشروع نقل المعارف، وهي عبارة عن 4 كتب عمل المشروع على ترجمتها ضمن سلسلة من أمهات الكتب العالمية مكونة من 50 كتابا، إضافة إلى النشاط الذي يقوم به مشروع نقل المعارف على هامش ترجمة الكتب إلى اللغة العربية، حيث تستضيف مدينة المنامة ابتداء من اليوم وحتى يوم 2 أكتوبر المقبل الملتقى العربي الأوروبي للشباب الباحثين في العلوم الاجتماعية، والذي يجمع خبراء في هذا المجال من شتى أنحاء العالم. كما أطلعت الشيخ مي جلالة الملك المفدى على التحضيرات التي تعمل عليها الهيئة للاحتفاء بمدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018، حيث تعمد الهيئة إلى تطوير البنية التحتية الثقافية للمدينة عبر مشاريع عمرانية وثقافية مختلفة، كمشروع طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمية والذي سيضم 18 بيتا تراثيا والعديد من المرافق، وسيستكمل خلال عام 2018. كذلك إعادة بناء جناح البحرين في إكسبو ميلانو 2015 ليكون إلى جانب بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وإعادة إحياء المكتبة الخليفية ومدرسة الهداية الخليفية. وخلال اللقاء أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بهذه المشاريع والأنشطة التي تنفذها هيئة البحرين للثقافة والآثار، والتي تسهم في إبراز المعالم الحضارية والثقافية والتراثية والسياحية التي تزخر بها المملكة وتعزيز مكانتها الرفيعة على الخارطة الثقافية العالمية. مؤكدا جلالته أهمية توثيق الإرث الثقافي والحضاري العريق لمملكة البحرين وتعريف المواطنين والمقيمين والزوار به والحفاظ عليه لكي تستلهم منه الأجيال القادمة ما يربطها بتاريخها وحضارتها، متمنيا جلالته لرئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار وجميع العاملين التوفيق في جهودهم خدمة للوطن العزيز. من جانبها رفعت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار أسماء آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان لصاحب الجلالة على ما يوليه جلالته من دعم متواصل للثقافة والتراث وتشجيعه حفظه الله لمختلف المشاريع والمبادرات التي تسهم في تعزيز دور المملكة على الصعيد الثقافي على وجه الخصوص، وتبرز إسهاماتها تراثيا وثقافيا مشيدة بالإنجازات والنجاحات المتميزة التي تحققها المملكة، وبخاصة في الحقول الثقافية والتراثية في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.